في ناس بيقولوا شوفوا فلان أو شوفوا فلانة، نقشت معه أو نقشت معه، بس هدول الناس ما بيشوفوا شو مراحل النقشان، ما بيشوفوا قديش تعبت، يمكن جعت ويمكن عطشت، تحملت، بردت وشوبت ويئست، أحياناً فرحت وأحياناً دمعت، عصبت، صبرت ويمكن نلت، اكتئبت، تألمت، سلمت واستسلمت، وقعت بس رجعت وقفت. كل هذا ما بيهم، بلحظة وصلت للطريق اللي رسمت، وكان حلم وحلمت. نقشت معي ولا ما نقشت معي صدقا لهلأ ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه بكل عمل جديد بقول إن شاء الله تنقش معي. ماما إليك الله يرحمك، بحبك كتير، وإلكم كلكم اللي ساندتوني بقلكم بحبكم كتير. شكرا مرتجى. كتاب الشهرة الليلي مليان أسرار وخبايا، صفحاته كتيرة لأنه صاحبته صاحبة مسيرة طويلة. من سوريا للبنان رح نفتح الليلة سوا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة شكران مرتجى. أهلا وسهلا فيك بكتاب الشهرة. أهلين علي. شكران. قبل ما نبحر أنا وياكي بصفحات كتاب الشهرة الخاص فيك، رح أطرح عليك أربع أسئلة من بداية الحلقة، وهن الأكثر بحثاً على جوجل عن شكران مرتجى. شو هو مذهب شكران مرتجى؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هالسؤال مسلمي واضح من الجواب، يعني ما بدا. كم مرة تزوجت شكران مرتجى؟ مرة واحدة. قدي عمرك شكران مرتجى؟ فوق 40. أيمتى تزوجتي؟ زمان. جاهزة نفتح كتاب الشهرة؟ جاهزة. أول صفحة بكتاب الشهرة الخاص بشكران مرتجى، 12 كانون الأول 197، تاريخ ميلادك. بدك أنت تكفي سنة ميلادك أو بتتحفظي بهالرقم على لا هلا كتار بيعرفوها وما بحب إني أحكي فيها، مو لأنه ما يعني خلص صارت معروفة، يعني ما في مشكلة، بس أكيد أنا من مواليد السبعينات أكيد. يعني ما بدك تكفي الرقم؟ لا ما بدي كفي، كل واحد يملأ الفراغ يحط الرقم اللي بده اياه. شكران بيقولوا في ولاد بتخلق وبتما في ملعقة الذهب، وبيقولوا كمان انه الفقر هو مدرسة الجندي الجيد. انت من اي نوع؟ لا انا من الطبقة المتوسطة، يعني ما كان فقر ولا كان معلقة من ذهب، كان الحمد لله كل شيء متوفر، ولكن ضمن المعقول. يعني أكيد كنت أشتهي شغلات وأتمناها، بس مو هديك الشغلات اللي تخليني نام وأنا عم ببكي مثلاً. أو أنت ولدتي لأب فلسطيني وأم سورية بالمملكة العربية السعودية بالطائف. هيدا بالطائف. التنوع بالثقافات بشو أغنى شكراً مرتجى؟ هلأ بطفولتي ما كان هذا بالنسبة إلي، يعني ما كنت بعرفه، يعني ما كنت استغرب، عرفت شو؟ بس بعدين بتكتشف انه لا، هذا حال كل فلسطيني تقريبا. ذكرياتك دائما مستوتة بكل قرنة يعني. بس هلا في مرحلة انا مبوعة، هاي اللي هي مرحلة السعودية، لانه انا لما صار عمري 7 سنين اهلي يعني اجوا على سوريا، والدتي اجت على سوريا، فما كتير بتذكر هذيك المرحله. بيزعجك انه ما بيقولوا انك من اصول فلسطينيه؟ ايه بتمنى انه يقولوا الفلسطينيه السوريه او السوريه الفلسطينيه. من بعد تاريخ ميلادك شكران رح ننتقل لصفحه جديده. الله يستر الله يستر. ليه؟ ليه؟ والله لك شغله يا علي، والله الجمهور كله حذرني. شو قالوا لك؟ قالوا لي انتبهي. بس الشخص يلي عامل عملي هو اللي بخاف. أنا مالي خايفة، ما دائما الخوف معناته ضعف بالشخصية، بخاف نقرب على خطوط حمراء. مثل يعني أنا مثلا كتير تفاجأت من السؤال اللي هو أكثر بحثا يلي له علاقة بالديانة أو هيك،
لأنه أنا بقول الدين لله. قالوا شو مذهبك مش شو إيه؟ ديانتك؟ يعني إنه سنة أو شيعة أو شيعي أو هيك. صح، أصعب من الديانة؟ إيه أكتر، يعني فتنا أغمق يعني هذا. خلينا الشيء نكفي بالطفولة. كل واحد منا في جواته طفل. اليوم الطفل يلي جوات شكران مرتجى شو بيقول للمرة المشهورة؟ هو مسيطر أكتر من المرة المشهورة، هي هون المشكلة. عشو بيلومك؟ على شو بيلومني؟ على إنه هو ما بيلومني، أنا بلومه إنه هو متحكم بحياتي لحديت هلأ. قدي أذاكي هالطفل؟ أذاني كتير، لأنه أحياناً بيحكي بدون ما يفكر، أحياناً بتصرف بطريقة عفوية، بيفكر إنه كل العالم حتستوعب إنه هو طفل، بس هن شايفين حدا طويل عريض. شكراً الطفلة عم نشوفها على الشاشة. حبيبتي بحبها وبشتاق لها. عم تشتاقي لها؟ بعدها عايشة أو ماتت؟ صراحة بدك تكوني قوية. شكراً. إيه أكيد قوية. ماتت وقت ماتت ماما، يعني حسيت إني كبرت خلص. والدي متوفي صار له زمان، بس والدتي ما صار له زمان متوفية. لما توفت هو معروف، يعني لما بيتوفوا الأهل خلص بتحس إنك كبرت، اللي بغنجك وبيدللك قد ما كبرت راح. فبصراحة قبل ما نحكي عن الوفاة شكراً، أنت وصغيري وبهالسن كان بيك كتير يسافر، كنت تنتظري يجي على البيت كرمال يجيب لك هدية. كنت تفقدي لهالسند بالبيت؟ ماما كانت الله يرحمها والله يرحم الوالد معبية المكان يعني، بس لا شك وجود الأب بالبيت كتير مهم، بس في ظروف الشغل والمهنة كانت أحلامنا صغيرة وكانت أحلامنا على قدنا، كان قطعة شوكولات طير لنا عقلنا. في قصة شكراً حاملتيها من أنت وطفلي لليوم كل ما تتذكريها بتبردك، سردي لي إياها مثل ما هي. هي القصة إنه نحن لما رجعنا، أنا والدتي الله يرحمها كانت تشتغل قابلة قانونية، يعني ما بعرف إذا كتار حيعرفوا شو هي، بالعامية داية، وباللغة الطبية هي قابلة قانونية، يعني بتولد النسوان وهيك. فنحن كنا قاعدين بمنطقة بالريف، ولكن أنا دراستي كانت بمحافظة دمشق. ماما حملتني المسؤولية من أنا وصغيرة، عم أقول لك ما كنت كتير مغنجة يعني مدللة، ما بعرف إذا أنا نايمة كانت تعمل شيء، ما بعرف يعني شو يعني تعمل. يعني تجي بس قدامي، ما كانت تفرجيني هذا الشيء، بس ما كانت قاسية أبداً، بس كانت عم تحملني مسؤولية وأنا بشكرها إن حملتني إياها. ما بزعل أبداً أبداً أبداً، يعني كنت أنزل مسافة 50 كيلومتر تقريباً على مدرستي وأنا طفلة، ومو بسيارة وهيك، لا 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 أبداً، كأي مواطن وكأي حدا بالغ راشد، بباص كانوا باصات يعني. فكنت أنزل بموقف، وهذا الموقف بدي أخذ منه كمان باص لروح على المدرسة. بتذكر وقتها من كتر البرد، برد 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 فظيع كان. بتذكر إنه وقف ميكرو موظفين، وكتر ما زعلوا علي، يمكن كنت مجمدة أنا. قد ايه كان عمرك؟ كنت صف ثاني أو ثالث ابتدائي. من كتر ما كنت مجمدة يعني يمكن أنجا قلت لهم اسم المدرسة لوصلوني على مدرستي. وبتذكر إنه أنا بالمدرسة دغري حطوني قدام الصوبيا، يعني كرمال يفك عني الجليد يلي كان. كل ما بتذكر وببرد، وكل ما ببرد هلأ بتذكر هداك البرد، فبقول أوه هذا البرد ولا شيء قدام هديك اللحظة. عرفت إنه كان حلمك تكوني صحفية عكبر وتقابل الراحل محمود عبد العزيز. قابل الفنانين كلهم. كلهم. بس ما بعرف ليش ما كان خاطر لي إنه كون فنانة كون زميلتهم. طب هلأ بهالسؤال أنا بدي، اللي بوجه تكون شكراً الصحفي وتطرح على شكراً الفنانة ثلاث أسئلة جريئة؟ حقلا مدام شكراً بدي أسألك، فكرتي أو عم تفكري باعتزال الفن؟ شكراً. وجاوب؟ لا، ما بدي جاوب. الصحفية. الصحفية؟ لأنه يمكن أوكي نجاوب على الأسئلة بكتاب الشهرة. فكرتي باعتزال مهنة التمثيل؟ السؤال الثاني، شو بتقولي لجيل الشباب؟ السؤال الثالث اللي بسأله لشكران، مع مين حابة تشتغلي وبالنسبة إليك لساته حلم؟ شكران قبل ما نكفي
الممثل واستاذك فايز قزق حب يفاجئك بهالرساله على الهواء. عن جد؟ خلينا نشوف انا وانت شو رح يقول لك. مساء الخير. الحقيقه شكرا لملتجى كانت من اهم الطلاب والطالبات اللواتي دربتهن ودرستهن في المعهد العالي في المسرحيه بدمشق. لا اتذكر شكرا ملتجى بوجه عابس على الاطلاق، كانت محبه للجميع ومحبوبه من قبل الجميع سواء لجهه زملائها وزميلاتها او لجهه اداره المعهد. طالبه ملتزمه مجتهده ودوده مع الجميع. سؤالي لك شكرا، كيف استطعت ان تحافظي على شكرا الانسانه المحبوبه، الانسانه المتواضعه في ظل مهنه فيها ما فيها من القسوه والمتطلبات التي احيانا تتجاوز حدود احتمال الانسان. تحياتي لكم. منوجه تحيه للممثل القدير فايز قزق على الرساله. شكرا كثير. والسؤال يلي طرحه عليكي. اول شيء بدي اشكره، بدي هنيه على نجاحه الكبير يلي هو دائما ناجح ولكن نجاحه بكسر عظم. الف الف مبروك. بالنسبه للسؤال اللي قاله، على قد ما له سهل على قد ما له صعب، على قد ما حسيت انه انا لساتني هيك، أنا فكر إنه أنا لا أتغيرت. كيف ضليت هيك؟ لأنه هذا طبع، والطبع تحت الروح، هذا الشيء جزء من شخصية شكران. أنا وحدة بحب الحب، بحب الحب وكل ما يتعلق بهذه الكلمة، فطول عمري هيك. شو أقسى شيء ممكن يواجهه الممثل شكران حتى يتغير؟ لما بينفهم غلط. هلأ بس أنا كتير انفهمت غلط، بس ما تغيرت لأنه هذا جزء من شخصيتي يلي بيحقق لي إلي سعادة. قبل ما نغوص أنا وياك شكران أكتر وأكتر بصفحات كتاب الشهرة الليلي، أنت بلبنان، فكان من الواجب أطلب من زميلتي ياسمين بودياب تنزل على الشارع اللبناني وتسأل العالم شو أكتر دور حبيتوه لشكران مرتجى. خلينا نشوف الأجوبة. شو أكتر دور حبيتيه للممثلة شكران مرتجى؟ تنفع. مش هي اللي بتمثلها؟ ايه أهدى من الشيك. والله في كذا دور، في ببقعة ضوء، بدنيا أسعد سعيد، مسلسلات عائلة خمس نجوم، طرفة، دنيا أسعد سعيد، تنفع، دور باب الحارة مثلت مع مرته لأبو بدر، بتنفع، بالكوميديا تنفع، دنيا أسعد سعيد، ويا ريت بترجع للكوميديا. هلا أكتر دور كوميدي بجميل وهنا. حبوك العالم أكثر بالكوميديا، بيزعجك هالأمر؟ إيه، مو بيزعجني، يعني إنه لا، يعني ما في إنصاف، لأنه أنا بالدراما بعتقد إني عملت أدوار كتير مهمة، بس ما بزعل يعني إنه يعني لا، يعني بس هيك بقول إنه لا، كمان حلو بالدراما. هلا يمكن لانه كمان برجع دائما بقول انا هي المعلومه، ممثلات الكوميديا كثير قلال والعمل الكوميدي صار شبه نادر، فالاعمال الكوميديه بترسخ اكثر بالذهن لانها قليله. بس اسمح لي معلش، بما انه انذكر دنيا، انا لازم اوجه تحيه كثير كبيره للشريكه وللاستاذه امل عرفه يلي هي سبب مسلسل دنيا، وشكلنا ثنائي كثير مهم سوا. نزلنا على الشارع اللبناني والناس من الواضح انه حبوكي بالكوميدي، فكان كمان من واجبنا نسالهم مين النجمة السورية الأولى بعالم الكوميدي. خلينا نشوف أجوبتهم. برأيك مين النجمة الكوميدية الأولى بسوريا؟ أعتقد شكرًا مرتجى. إيه شكرًا مرتجى، إيه؟ ممثلة شكرًا مرتجى. ما بعرف اسمها بس يلي بتمثل بباب الحارة. سامية الجزائري. بشوف إنه يمكن شكرًا مرتجى اللي مثل بباب الحارة. شكرًا مرتجى. في أمل عرفة. شكرًا مرتجى. أمل عرفة. شكرًا مرتجى. أكيد. حبيباتي، أنا من الأوائل. مين النجمة الأولى بعالم الكوميدي بسوريا؟ السيدة سامية الجزائري، وعلى مستوى كمان الوطن العربي مو بس، والسيدة أمل عرفة أكيد، يعني مثل ما عدوا بالضبط. بس أنت أخذتي أكثر أصوات. ما عم بتواضع، حقيقة ما عم بتواضع، بس كمان في أرشيف. من بعد الطفولة، جاهزة نفتح صفحة جديدة؟ جاهزة أكيد. صفحة جديدة من كتاب الشهرة الخاص بشكران مرتجى، سلسلة عائلة نجوم. بلش اسمك يلمع بهالسلسلة، وتحديداً مع مسلسل عائلة خمس نجوم عام 1994، على الرغم أنه قبل قدمتي يوميات ظريفة.
ذاكرة؟ ايه ذاكرة. بهالسلسلة تقدمتي للجمهور كممثلة كوميدية. هلا أنا ما بعتبر حالي من خمس نجوم تقدمت كممثلة كوميدية، للإنصاف أنا تقدمت كممثلة كوميدية من جميل وهنا. هذا هذا اللي بدأ بهذا الطريق، وأنا حقيقة تفاجأت، ولا كنت أتوقع حالي ممثلة كوميديانة ولا 1%. ولكن يلي اكتشف هذا الشيء الأستاذ هشام شربتجي لما جابني ضيفة بعيلة خمس نجوم عبارة عن 4-5 مشاهد، وبعدين أمل بجميل وهناء، طبعاً هو والأستاذ الكبير أيمن زيدان، فهن اللي اكتشفوا فيني هي الموهبة قبل ما أنا اكتشفها بنفسي. جميل وهناء أطلقوك لعالم الكوميدي مش سلسلة عائلة حتى؟ لا بلا، هو خمس نجوم بعدين جميل وهناء بعدين 7 نجوم بعدين 8 نجوم، يعني تخللهم جميل وهناء. لشو بتشتاقي بهالعائلة؟ بشتاق للمة كتير، بشتاق لهداك الشغف اللي كان موجود بهداك الوقت، يلي ما كان هدفه ما في أهداف كتيرة إلا أنه الناس تنبسط وتكون سعيدة، وأنه يا الله شو اللي بعده؟ مننتقل لصفحة جديدة؟ مننتقل لصفحة جديدة الحمد لله، لهلأ كله تحت السيطرة. تمام، أنت كنتي قلقانة قبل ما تجي على الحلقة. إيه يعني؟ من بعد سلسلة عائلة نجوم صفحة جديدة، يوميات جميل وهناء عام 1997، ومثل ما ذكرتي هالعمل أطلقك كممثلة كوميدية مش بس بلبنان وسوريا، لا بل لأنحاء العالم العربي. صح. كله. صح. وأديتي بهالعمل شخصية أمل يلي هي كانت مساعدة جميل يلي أديها الممثل أيمن زيدان. ليه قال هالتعاون؟ اليوم لا، كان برمضان هذا كان في الفرسان الثلاثة، ولكن للأسف العمل ما لقى الدعاية الكافية، التسويق الكافي، العمل ما بدي أقول انظلم ولكن كان يستحق الاهتمام أكثر من الجهة المنتجة ومن المحطات العربية، لأنه بالنهاية هو عمل كوميدي، الناس كلها بتحب الكوميديا، بالنهاية هو عمل في الاسم الكبير للأستاذ أيمن زيدان، عمل بيحمل هم الشارع السوري والشارع العربي، عمل في مجموعة من الشباب، يعني بعتقد كان في مقومات لأنه هذا العمل يلاقي اهتمام أكثر من اللي لقاه. يعني انت دائما بتقولي شكران انه الممثل ايمن زيدان هو استاذك وله فضل كبير عليك. هو عرابي. كيف عم تكافيه اليوم؟ كافيه بانه انا بقول هذا الشيء. على سيره شكران الفرسان الثلاثه يلي جمعك مع الممثل ايمن زيدان ويلي تزوجتي انت وياه، وكانه حلم امل تحقق بهالعمل. تماما. بكل صراحه الممثل ايمن زيدان بهداك الوقت كان الكراش تبعك؟ لا 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 لا، انه يعني فارس احلامي وهيك لا، بس انا بحبه كثير لانه هو كان تعامله معي ببداياتي كثير في كان تواضع. على فكره كل هذا الجيل بصراحه ما كان في، يعني انا بحياتي ما عانيت مشكله مع ممثل ببداياتي انه والله شايف حاله او انه ما بيحكي او هيك، لا لا ما هيك، بس هو حلم امل يعني امل. جمعك هالعمل كمان شكران مع الممثله نورمان اسعد، بتقولي لها اشتقنا لك رجعي على التمثيل؟ بقول لها اشتقنا لك، بس هذا بالنهايه قراره، وهذا ما بقدر الا رجعي على التمثيل، هذا يعني انا بتمنى، بس هذا قراره، اذا هي مرتاحه ومبسوطه فليش لا. في تواصل بينك وبينها؟ لا للاسف بتمنى. بتقولي لها خير ما عملتي؟ ايه. اف ايمتى رح تعملي هيك شيء انت؟ لا خلص، انا اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب وراحت علينا. على جوابا على سؤال شكران الصحفيه، ايمتى بتعلني اعتزالك شكران؟ بعلن اعتزالي لما بحس حالي انه خلص يعني ما عاد اقدر اقدم شيء جديد، بعلن اعتزالي لما بحس بالغربه بهذا المكان اللي انا عشت فيه كل حياتي تقريبا. قرب الموعد؟ يعني انا مجنونه، فممكن بلحظة أني قرر، وممكن وإن شاء الله ما بتغدي لها القرار. شكراً، لأنه أنت من النجمات اللي منفتخر فيهم. من بعد يوميات جميل وهناء خلينا ننتقل لصفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك الليلة، دنيا عام 1999. هالعمل يلي
بأواخر 1999 طبعاً. وهالعمل يلي جمعك مع الممثلة أمل عرفة يلي منوجه لها التحية. أكيد شو أكتر صعوبة واجهتيها بشخصية طرفة بهيداك الوقت؟ التحدي كان كتير كبير مع نجمة كبيرة هي شايلة كل العمل. أنا بفوت بالحلقة 17 تقريباً. كيف بدي يكون، كيف شو بدي أقدم. أنا دائماً عندي نفس الصعوبات بأي عمل بغض النظر شو هو. بكل صراحة شكراً، شخصية طرفة من بعد ما سمعنا آراء الناس بالشارع اللبناني ظلمت مسيرة شكراً مرتجى وباقي أعمالها؟ لا أبداً، لا 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 أبداً ما ظلمتها، لا بس هي الفوكس عليها. يعني من الشخصيات اللي أنا كتير 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 هيك بحب شوفها. أنا في أعمال ما كتير بحب إني أتفرج على حالي. أو مثل أي عمل؟ يعني أنا مثلاً بحب فوزية بباب الحارة، بس فوزية يعني ما أبداً ما بتشبهني. يعني أنا ما بحب المرة تكون هيك قوية لهي الدرجة، يعني يمكن الناس تتفاجأ. يعني أنا مو هيك، بزعل لما الناس بتخلط بيني وبين فوزية. بس أكيد شخصية فوزية بباب الحارة من أهم الشخصيات اللي عملتها بمسلسل من أهم المسلسلات الدراما العربية. وفوزية لا تمثلني، وما بحب النساء تكون مثل فوزية مسيطرة. لنرجع على مسلسل دنيا، نعرض له جزء تاني عام 2015 بس ما حاز على نفس النجاح مقارنة بالجزء الأول، شو السبب؟ لا في كتير ظروف، يعني ما لي بمكان إني أنا فندة. بالنهاية أنا ممثلة بهذا العمل، فأنا بتبنى العمل اللي أنا بشتغل فيه إلى الأقصى. هاي شغلة ناقد هو اللي بيقول ليش العمل ما نجح، ليش العمل نجح. أنا بحس دنيا عمل يستمر ويستمر ويستمر، لأنه دنيا وطرفة هن جزء من هذا، بيمثلوا جزء كتير كبير من المجتمع وشريحة كتير كبيرة موجودة بالمجتمع. خلينا نحضر هالفيديو أنا وأنتي. أوكي. مين الأهم كممثلة وحضور على الشاشة، أمل عرفة أو ماجي أبو غصن؟ بتعرف هلا السمك السمك كتير طريف بالكريمة على فكرة. الكريمة كتير طيب. ايه يلا. أيوة. الله. تصريحك والمقارنة بين الممثلة ماجي بوغصن والممثلة أمل عرفة سبب نوع من الخلاف بينك وبين أمل ورجعتوا تصالحتوا؟ حقيقي هو ما سبب خلاف بيني وبين أمل قد ما الناس هي اللي حركت إنه يصير خلاف. أنا كانت النية إنه هن تنتين ممثلات كتير كبار، نجمات كبار، أكيد لا شك إنه أمل عرفة تاريخها أكبر من تاريخ ماجي، وهذا بشهادة ماجي وهذا موجود يعني بالأرشيف. ما كان في داعي إني أنا أحكي عنه، ولكن أنا محبتي الشخصية للنجمتين أمل عرفة وماجي أبو غصن هي اللي ما خلتني إني جاوب، لأنه أنا خفت يعني انفهم غلط أو انفهمت غلط. بس أنا أبداً ما كان قصدي الإساءة لأي واحدة. طب اليوم إذا رجع فيك الزمن لورا طرحت عليك نفس السؤال، شو ردت فعلك؟ بقول إنه أمل عرفة لا شك إنه هي تاريخ كتير كبير. أمل عرفة لما كانت تمثل، على فكرة أنا كنت طالبة بالمعهد مع إنه نحن نفس العمر، بس هي فايتة قبل. وماجي حققت بالسنوات الأخيرة نجومية كتير كبيرة على مستوى لبنان والوطن العربي، وإنه هن التنتين نجمات كتير كبار بالدراما العربية. بس اللعبة بتسمح لك تجاوبي باسم واحد. شكراً. ما حلو هذا الشيء، ما حلو ينحط بين الزملاء. مو أنا بمكان إني أقول مين أهم ومين مو أهم، كل واحدة تاريخها ببينة مين هي مين الأهم. بس ليه دايماً منشوف في خلافات متكررة أنت وأمل، شو السبب؟ والله ما في خلافات أبداً، بالعكس هو بصير سوء فهم للأسف، بيغزوا البعض. يعني مين هن البعض هول؟ البعض من الفانز؟ يعني أحياناً بيكونوا من الفانز يلي بيوصلوا أحياناً بطريقة فانزاتك أو فانزاتها؟ بغض النظر ما بدي أحكي. والعتب أنا بعرف لما بيكون العتب كبير، لأنه المحبة كتير بتكون كبيرة. قد يكون أنا أشحفت بحق أمل إنه هي فعلاً كانت قبلنا نحن التنتين، ف يعني يمكن هيك فهمت غلط. أنت وأمل وماجي نجمات منفتخر فيكم بالعالم العربي. خلينا ننتقل أنا وأنت لصفحة جديدة من بعد دنيا. 14 كانون الثاني عام 2004، وفاة الوالد يلي عم نشوف صورته على الشاشة.
من الواضح أنه كانت علاقتك كتير قوية بوالدك، شكراً الله يرحمه. شو هو الشيء الوحيد يلي بعزيك بغيابه؟ حاملة اسمه، وين ما رحت، وين ما اجيت، وين ما طلعت، وين ما فتت. جنسيتي الفلسطينية يلي بعتز فيها أنه منحني إياها. حبيبي هالأسمر اللون، هالأسمراني. بس تشتقي له لوين بتروحي؟ للأسف حتى هو ماله مدفون بسوريا لظروف خاصة وشخصية جداً. والدي مدفون بالقاهرة، فحتى انحرمنا. يعني عرفت ليش أحياناً بيكون بدك جواز سفر؟ مشان تقدر تسافر تروح تزور أبوك، يعني مو مشان لا تروح سياحة ولا تروح تشم الهواء. أمتى آخر مرة زرتي؟ من زمان والله، لأنه صارت الإجراءات كتير صعب والفيزا كتير صعبة، وبدك تقدم كتير أسباب لحتى أنت ليش مسافر على كتير بلاد. يعني إذا رحت اليوم لعنده شو رح تقولي له أول شيء؟ هلأ أنا بعت له مع ماما رسالة، شو اشتقت لك، وبقول يعني الحياة قاسية كتير بلا الأهل، وصاير معي حالة يعني ما بدي اياها تتحول لمرضية، انه لما بشوف عيلة مع بعضها بحسدهم بس مو بشر ابدا ابدا. بقول لهم يعني الله يديم عليكم هي السعادة، لو كانوا عم يتخانقوا هي سعادة. عدوا معهم قد ما بتقدروا، شفتوا تليفون بابا فورا ردوا، مو بعد شوي بحكي ماما نفس الشيء، لانه هي لحظات ما بتتعوض علي. الله يرحم الوالد. شكرا حبيبي. الممثل وصديقك الراحل نضال ساجر يعوض لك هالغياب نوعا ما او هالفراغ؟ لا، ما حدا عوضني عن ابي انا ابدا ابدا. نضال صديق، يعني وجعي الثاني بعد ابي هو كان نضال. انا ما بدي اكون مثاليه واقول انا بس بحب نضال، نضال كل الدنيا كان اذا اليوم تحبه. هو موجود وبدك توصفي يعني له للدراما السوريه بكلمتين، كيف بتوصفي له اياها؟ بقول له انه بلشت تستعيد عافيتها يا نضال، الدراما السورية ومكانك فاضي ومكانك فارغ. ننتقل لصفحة جديدة؟ ننتقل لصفحة جديدة. زواج سري. تزوجتي سراً من الممثل السوري؟ لو سمحت، أولاً كتاب الشهرة له علاقة بمهنتي وبفني، وبس ما له علاقة بحياتي الشخصية. حياتي الشخصية اسمها شخصية، هي ملكي أنا. زواج سري قد يكون بوجهة نظر الآخرين، ولكن بالنسبة إلي ما كان سري، لأني ما حطيت على السوشيال ميديا، أو لأنه ما نزلت، أو لأنه ما تصورنا، أو لأنه ما هي هذا الشيء. بس شكراً أنت تحت الضوء، يعني نوعاً ما العالم بحبه يعرفه. شفنا شو عم يصير لما عم تنعرض الحياة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عم تنخرب ثلاث أرباع. أولاً هذا الزواج بكن له كل الاحترام للشخص ولهديك المرحلة، صفحة وانطويت خط أحمر. هلأ هي الحياة تبع الشخص اللي كنت أنا بحياته ملكه، ما بيحق لي أني أحكي عنه لأنه أنا براتة. فهلأ انتهت، ومن زمان انتهت. طب قبل ما أقلب هالصفحة بتفكري بالزواج مرة تانية؟ لا ابدا. ليه؟ ليك علي، حاحكي كثير بصراحه، اتمنى الزواج، ولكن هلا الشروط صارت كثير صعبه. شروطك او شروط؟ لا، شروطي انا كثير صعبه بظل الظروف الراهنه يلي عم نمر فيها كل الدنيا. يعني شو شروطك؟ غير انه انا كبرت بالعمر، انا ما عدت بنت صغيره ابدا. يعني انا هلا بمرحله بلشنا منتصف العمر، هي من الآخر. بس ما بتخوفك الوحدة بعض الأحيان؟ كتير بتخوفني وكتير مضايقتني، وعم بحكي معك هلأ كتير كتير بشفافية، لأنه أنا هيك متعودة. كتير زعجتني، وخصوصاً بهي المرحلة اللي أنا قطعت فيها، كنت كتير بحاجة لحضن، لكتير شغلات. مين شو عرفك يمكن أنا بحالة حب ما خلاني يكون بحاجة ل يعني هيدا سكوب. شكراً مرتجى بحالة حب؟ أنا بحالة حب أكيد طبعاً، أكيد بحالة حب. أنا ما بقدر. مين هوية العريس؟ لك حل عني إلا
أنا بحالة حب بغض النظر عن التفاصيل. هلأ كان لبناني سوري فلسطيني، بس أعطيني جنسية ما بدي أعرف مين. لا 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 ما في داعي، هذا الشيء بيخصني إلي جدا جدا. حالة حب قابلة للزواج أو لا؟ لا لا ما لا قابلة، لأنه ما في مجال للزواج. برجع لك الأسباب اللي قلتها قبل. حقيقة علي هلأ شباب وصبايا صغار عم يعدوا للمليون قبل ما يقولوا بدهم يتجوزوا. يا جماعة هالعلاقة شو أحيت داخلك؟ هالعلاقة مخلية شكران قدراني يعني بظل الصعوبات كلها تستنى شوي بكرة. ننتقل لصفحة جديدة. شكران. ننتقل لصفحة جديدة. مسلسل باب الحارة بجزء الثالث، ويلي أديتي فيه شخصية فوزية وقلتي هالشخصية ما بتشبهك أبداً، خفتي بالأول من أنه تتعرضي للانتقادات مثل ما ذكرت أنه العالم صار يفكروا أنه شكران مرتجى هيك شخصيتها، خفتي قبل ما تاخدي هالدور؟ هلأ خفت لأنه كانت عملته قبلي بالجزء الأول والثاني النجمة ليلى سمور، وكانت عملته بطريقة بتطير العقل وكانت ناجحة جداً 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 جداً، فخفت انه انا ما اعمل شيء يليق باللي عملته. ما في شك، ولكن الجمهور كانه تعلق فيك اكثر. لانه انا كمان اشتغلت اجزاء اكثر واشتغلته بطريقتي، يعني ما قلدت. تقبل شكران زوجك ابو بدر؟ لا ما ابدا ترفضي؟ لا لا اكيد. ليه وقفتي مشاركتك على الجزء التاسع؟ لانه ما عاد الاستاذ بسام الملا، غير هيك الناس كمان بلشت تمل ويضيق خلقها، وانه خلاص حاج بكفي. بتوافقي انتقاد الممثل عباس النوري اللي قال عن هالعمل صار مثل سندويشه فلافل بيتي؟ ايه او لا؟ بوافقه او ما بوافقه؟ بتوافقي او ما بتوافقي؟ انا بحترم اي شيء بيقوله الاستاذ عباس النوري. يعني بتوافقي؟ لحظه، انا عم اقول انا بحترم اي شيء، بس قد يختلف التشبيه مني لحضرته يعني، بس اكيد انا بحترم رايه. وانا قلت لك انه استنفذ، يعني استنفذ كل شيء كان باب الحارة، فكان بكفي فعلا بكفي. من بعد هالصفحة صفحة جديدة عنوانها أهل الراية عام 2008، مسلسل بينتمي لأعمال البيئة الشامية ويعتبر من أهم أعمالك شكران. أنت وين بتلاقي حالك؟ لا أنا ما بعتبره. ما بتعتبر؟ هو من أهم أعمال البيئة الدرامية. الشامية. هو من أهم أعمال البيئة الشامية والدرامية، ولكنه ليس من أهم أدواري أبداً 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 صراحة، مع احترامي لأهل الراية. يعني هذا من الأعمال اللي اشتغلتهم لأنه بدي اشتغل، ما كنت أنا بالنسبة إلي يعني حتى تفاجأت إنك حاطه بكتابي. يعني هو مو من أهم أعمالي. بدك تحس أهم أدواري. فيه من كتابك؟ لا لا ما بحس فيه، بس مو من أهم أدواري. يعني أنا مالي متذكرة. بتفضلي نستبدله بعمل تاني؟ نستبدل هالصفحة بعمل تاني؟ إيه أكيد، مع احترامي الشديد لهي التجربة، ولكن هو من أقل الأدوار يعني اللي كانت موجودة بالعمل فاعلية بهالفترة. بأي عمل بتستبدلي؟ ما متذكر 2008، بعتقد 2008 شو كان في الحوت، يمكن كان دوري بالحوت أهم من أهل الراية. أعطيني دور كنت حاطة عينك عليه لممثلة، قلتي يا ريت أنا عملته. عيني. لا مو حاطة عيني عليه، قلت يا ريت بيجيني هيك دور، وقلت لها يا للنجمة الكبيرة سلافة معمار بزمن العار، من أجمل الأدوار للدراما العربية شخصية بوسينة، واللي لأنه هي عملته كتير حلو أنا تمنيت أعمل هيك دور، بس ما تمنيت أخذ دوره. أنا وأنت مكفيين بكتاب الشهرة الخاص فيك الليلة، ولكن مشاهدينا رح نطلع بريك قصير ومنكفي. مكافين معكم مشاهدينا بكتاب الشهرة الخاص بالنجمة شكران مرتجى. أهلا وسهلا فيك مرة تانية شكران. أهلا وسهلا فيك. من بعد صفحة أهل الراية عام 2008 صفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك. حرب سورية عام 2011، اليوم عم نشهد موجة جديدة وهي شراء باسبور أجنبي مقابل مبلغ مالي. شي مرة فكرت تتخلي عن الجنسية السورية مقابل جنسية أخرى؟ بكل صراحة أمرار بيراودنا هالشعور. يعني بتمنى يكون في جنسية تسهل أمور الحياة، ولكن أكيد لا ما بتخلى عنها. أنا ما صدقت أنت أخذتها، لا هي تاج على راسي هي وجنسيتي الفلسطينية. لا ما فكر، بس ولكن كثرة الصعوبات يلي بتصير، فأنت أحيانا بتتمنى يكون معك يعني
أي جواز سفر يساعدك أنك أنت تروح وتجي وتطلع وتفوت وبس. أما لا تخلي مستحيل، هذا كأني عم بتخلى عن اسمي. لا طبعا. بسبب الحرب شفنا ممثلين ونجوم سوريين كتار غادروا سوريا وتم اتهام البعض بالخيانة. شو بتقولي لهول الأشخاص اللي غادروا سوريا؟ بقول إنه هي صفحة وانطوت، أرجوكم لا بقى تحكوا أنتوا فيها الإعلام، ما بيصير هذا الحكي. نحن هلأ عم نحكي عن 10 سنين. الواحد بأول فترة بيكون انفعالي وبيطلق أحكام، وخاصة نحن كنا جداد على مسألة الحرب، ولكن كل واحد له حريته الشخصية، كل واحد له رأيه الشخصي، وخلص يعني ما بقى نحكي بهذا الموضوع. يرجعوا على سوريا خاين ما خاين، هي بلدهم، مو أنا اللي بقرر إنه يرجعوا ولا ما يرجعوا. شو أنا بقول لهم رجعوا؟ أنا بقول لهم أوعكم ترجعوا؟ ما بصير هذا الحكي. بكل صراحة شكراً. من بعد الحرب النجوم السوريين أخذين حقهم بالدراما العربية؟ هلأ في سنين لا، يعني في سنين مرقت كان من ضمن الحصار، ولكن لا يصح إلا الصحيح بالنهاية. يعني الفنان السوري هو فنان مهم بغض النظر عن جنسيته، هو فنان يمتلك من الثقافة ومن الحرفية ومن المهنية ومن بس المواقف السياسية عند البعض لعبت دور بفترة من الفترات، ولكن أنت من بيناتهم؟ ما بعرف والله إذا يعني في أعمال أنا استثنيت منها بسبب أي شيء، ما يعني ما بعرف. على سيرة سوريا شكراً، شفتك دافعتي عن الممثل عباس النوري لما شنت عليه حملة بسبب انتقاده للحريات بسوريا. أولاً أنا قبل شوي قلت أنه أنا بحترم وجهة نظر الأستاذ عباس النوري بكتير شغلات هو بيقولها. اثنين، أنا بدافع لما بيكون الهجوم لمجرد الهجوم وليس لنقاش الفكر أو لنقاش الموضوع يلي كان مطروح على الأستاذ عباس بطريقة علمية مثل ما مثلاً هو بيحكي. فأنا بكره الهجوم، وأنا بكره حقيقة بكره التخوين. أنت دعمتيه لمجرد الدعم أو بتأيديه؟ لا بأيده بأماكن كتيرة بأيده، وأكبر دليل أنه هو لما حكى هذا الشيء إجينا بدنا نصادر رأيه، ولكن في أماكن أنا ما بحب أني أقرب عليها. شكراً مكافين بكتاب الشهرة، ولكن الممثل سيف الدين سباعي كمان حبي يوجه لك هالرسالة بحلقة الليلة، خلينا نشوف شو قال لك. الله مساء الخير. شكراً، طلبوا مني بهذا الفيديو أني أسألك سؤال. أنا ما رح أسألك سؤال، بس أنا رح أحكي عنك شوي. أنا وشكراً صداقتنا مغلب القدم، تمتد ل يمكن 30 سنة يمكن صار له، وبلشنا تقريبا سوا، بلشنا بهي المهنة سوا، وأنا أكتر حدا بعرف شكراً شو عنده وشو بتقدر تعمل. يمكن اشتغلنا سوا بقصص كثيرة، وبالإخراج ما كتير اشتغلت معي، بس لما دائما لما كانت تشتغل معي كانت تشتغل شيء كتير حلو. وآخر شيء بظن الكل شاف دورة بمسلسل مع وقف التنفيذ وكمية الأداء الرائع اللي قدمته. شكراً شكراً، كتلة كتير مهمة من المواهب، ما بظن أنه يعني عمل واحد بيقدر يكفيها. نحن اشتغلنا سوا، قدمنا سوا، مثلنا سوا، أخرجت وهي مثلت، يعني الحقيقة تاريخ طويل، واللي وصلت له هي حد ما أنا بتستاهله وبتستاهل أكتر. ما بدي طول عليكم كتير، كملي مقابلتك. شكراً وموفقة. عن جد شكراً علي. يعني أول شيء الأستاذ فايز، وهلأ بنوجه لهم تحية كبيرة. أكيد سيف صديق قديم كتير. أنا من أحلى الأشياء اللي صارت معي هاي السنة هو مسلسل مع وقف التنفيذ، شخصية سكر يلي حقيقة يا الله شو فيها شيء مني، فيها شيء مني ما كان في ناس بتعرفه، طلع بشخصية سكر. أنا كتير بحب أشتغل مع الأستاذ سيف، لأنه وحقيقة وهو بيعرف، وهلأ حقوله أنا لما بيكون عنده عمل وما بكون موجودة معه بتضايق. أعطيني عمل من هالأعمال. يعني على صفيح ساخن مثلاً اللي كان قبل،
مع أنه بعرف أنه لو يمكن إلي مكان أكيد رح أكون، بس بغار بغار. من بعد صفحة حرب سوريا عام 2011، خلينا أنا وأنت ننتقل لصفحة جديدة. شكراً. الولادة من الخاصرة عام 2011، قدمتي فيه اللهجة الحلبية، وهي ميزة فينا نعتبرها عند الممثل بتنوع اللهجات. خبريني عن خصوصية هالعمل. هلأ الولادة من الخاصرة على قد أنا ما بحبه، على قد أنا ما بخاف إني أحكي عنه، لأنه الناس وأهل حلب زعلوا مني إنه أنا قدمت اللهجة والمرأة الحلبية بطريقة مسيئة. حقيقة أنا ما كان هذا الهدف أبداً أبداً أبداً. بعترف والآن ولأول مرة قد أكون لم أجيد اللهجة الحلبية كما يجب، ولكني حاولت واخترتها من باب الحب الكبير لأهل حلب وللهجة، لأنه اللهجة غنية جداً 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 بالمفردات وغنية بالحياة. فحسيت أم الزين لازم تحكي حلبي. غير هيك حسيت أنه أنا بتعطيني أني أنا اجتهد، ولكن حقيقة لم يكن الهدف الإساءة للسيدة الحلبية التي أكن لها كل الاحترام. من بعد صفحة الولادة من الخاصرة عام 2011، صفحة جديدة بخير إن شاء الله. شكراً مرتجى ولتراجيديا. خلينا أنا وأنت نحضر هالمشهد سوا. يلا. تمزح معي تقبرني؟ ولا عم تمزح معي؟ كل عادة لي قلبي انت عيوني. مشهد مقتل ابن ام معروف بمسلسل زوال، اخراج الاستاذ بوجوله تحيه احمد ابراهيم احمد. هالمشهد ناتج عن ابداع او حرمان؟ بكل صراحه حلو السؤال كثير. اثنين، حرمان، ابداع. ما عيب اني احكي عن حالي، مو لاني متواضعه ما بصير اقول عن ابداع. ونتيجه اللي كنت عم شوفه بالحرب. والله كثير سؤال هذا هيك مربك، يعني انك شو بدك تحكي فيه، لانه بعتقد انه خلينا نحضر مشهد ثاني لك ومنكفي. شكرا. ابداع حارة الإبة من اجمل ادواري. كثير بحب الدور اللي بيكون فيه كوميديا وبيكون فيه ليه دراما. عيونك لانه هذا المشهد كثير كان حقيقي، ووقتها زميلتي العزيزه الفنانه الكبيره ايمان عبد العزيز كانت عم تبكي عن جد. اف. وانا كنت عم ببكي عن جد. بتقولي ما كان بدي الا شقفه ولد. ما في مره ما بتحب انها تكون ام. هذا نصيبي، نصيبي، الله كتب هيك. انا انسانه مؤمنه كثير كثير، اكيد في حكمه. بتمنى كان يكون عندي بنت تكون صديقتي هلا، ولكن ما له موجود هذا الشيء. عندي بنت اختي، عندي ابن اختي، عندي ناسي خوري، عندي بنات كثير بالوسط الفني واولاد. مالي مثاليه، بس انا حاولت لاقي حل لحاله الامومه اللي جواتي بانه انا هدول العالم اتعامل معهم كانهم ابنائي. ننتقل لصفحة جديدة. أوكي. صفحة جديدة من كتاب الشهرة الخاص فيك. شكراً. شارع شيكاغو. هالعمل يلي شاركتي فيه، ولكن صار قصة مؤثرة بهالعمل. خلال تصوير أحد المشاهد حسيتي بوجع كتير كبير وصعب، حتى أنه كانت المرارة رح تنفجر لنقلوك دغري على المستشفى. شو صار وقتها؟ حقيقة يعني ضليت فترة متوجعة، وكل ما روح كان يكون التشخيص خاطئ إنه كولون، التهاب كولون، التهاب أمعاء. بس أنا ما عم نام، ما عم نام حقيقي، ما عم نام الليل، وعلى مسكنات مسكنات. ما أقدر وقف وقت طويل بالتصوير. وشارع شيكاغو من الأعمال اللي أنا كتير بعتز فيها، وبتمنى أرجع أشتغل مع الأستاذ محمد عبد العزيز، لأنه هو مخرج كتير مهم. فهو الأستاذ محمد من المخرجين اللي يعني ما بيمرق وبده ياخذ المشهد مثل ما بده، وما في عنده ممثل بيتعب لانه هو ما بيتعب ما شاء الله عليه. فانا كنت فعلا اتعب، ووصل لمرحله انه انا ما قادره اوقف. وفي مشهد انا لهلا بتذكره انه انا دموعي بس عم ينزلوا،
من كتر ما أنا موجوعة، بس أنا ما عم بعرف شو بني، وإنه أنا رحت على البيت ما نمت، فقت، أسعفت حالي، ما كان في حدا وما بدي أخبر حدا، والدنيا كتير بكير. بتذكر إني أنا نزلت بالبيجاما وبالشحاطة يعني بالمشاية، ونزلت وقفت تاكسي لأنه لدرجة ما لي قدران أسوق. وقفت تاكسي وقلت لهم خدوني على مشفى، أخدوني على المشفى، فوتوني على غرفة العمليات. بعدين لما طلعت قال لي الدكتور إنه أنا ضليت 4 ساعات لاستأصل المرارة قد ما كانت ملتهبة وملزقة. وقال لي جملة، قال لي أنا بدي أقول لك إنه أنت إنسانة كتير صبورة لأنك كنت متحملة كل هذا الألم. حقيقي كان ألم. كانت رح تودي بحياتك المرارة؟ كانت رح تودي بحياتي، كانت رح تنفجر. ننتقل لصفحة جديدة. 26 آذار عام 2022 وفاة والدتك، تاريخ قاسي. حلم أو تقبلتي كواقع؟ شكراً. لا ما تقبلت، آسفة أنا لسه يعني لساتني مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولكن لساتني يعني أنا ما عم بقدر يعني. أنت تلقيت الخبر أنت وعم تصوري برنامج الدنيا خير. خير. نعم تلقيت الخبر، ما تلقيت الخبر قد ما يعني أنا كنت عم صور، وكانت الساعة 9 الصبح. هلأ نحن ماما ما كانت، مشان في ناس أسرة مرضى عضال وما مرضى عضال، أمي ما كانت مريضة، أمي كانت ولكن شيخوخة يعني كبيرة بالعمر، وحقيقة أنا ما عم تعاني من أي مرض يعني، ولكن إنه خلاص يعني إجا اليوم اللي الله اختار أن تكون إلى جانبه، ولكنه كان قاسي جدا. على فكرة القساوة بتجي بعد ما تستوعب حالة الوفاة يعني. أنا القساوة هلأ أكثر من أول ما عرفت. لمتي حالك ليه ما كنتي حدا بهاللحظات؟ أكيد لمت، تمنيت لو كنت حدا، بس ما شو حامنا على القدر يعني، ما حامنا على القدر. لما ننام بحضن الأم نسترجع الطفل اللي جواتنا، بعد وفاتها قتلتي هالطفل أو رح ترجعي تحيي؟ علي والله مو أنا قتلته، هو لحاله يعني تلقائياً راح يعني. من دون ما نعرض الصورة بليز نور، بليز ما تعرضوا شيء. من دون نعرض الصورة. أوكن شو؟ ماما؟ شو؟ ما عرضناها، انطفت الدنيا. شكراً. أصلاً هي مطفية، بس هي اللي كانت هي الضوء اللي كان فيها، هي مطفية يعني، هي اللي كانت الضوء اللي فيها. هلا عتمة كتير والله، عتمة كتير يعني، عتمة كتير. بس تغادر الأم الأرض بتحمل بشنطتها كل الحب، شو تركت لك؟ الرضا. تركت لي الرضا. وأنا هلا من خلالك بدي وجه تحية، يمكن هو يتفاجأ هلا، لإعلامي سوري اسمه ماروت الصوفي. يوم من الأيام فاجأني بصوت والدتي لأول مرة حتى بياخد شهادة من والدتي، فكانت عم ترضى علي، اللي الله يرضى عليك الله يرضى عليك. طبعا أنا هلأ ما بقدر أسمعه، إذا بسمعه يعني ما بعرف شو بصير فيني. أي بس إن شاء الله تكون تركت لي رضا، وتركت لي أخوات كتير رائعين. نحن حصلنا على هالتسجيل بس ما رح نعرضه. لا أرجوك أبدا، أرجوك ما رح نعرضه أرجوك، مشان الناس كمان. أكيد لا بيز. أبدا ما بدي الناس يعني قضية بكي وهيك. علي تركت لي إخواتي، تركت لي مثل ما بابا أنا حاملة اسمه، أنا بنت عائدة أبو الشامات كمان، امرأة عاملة يعني مساعدة كتير نساء بحالات الولادة، مولدتهم، امرأة صبورة، امرأة وكانت تصبرك. شكراً يعني مرة منها. امرأة عظيمة، امرأة عظيمة مثل كل أم، بس كل واحد بيشوف أمه الأعظم، ولكن أمي كانت سيدة شافت موهبتي قبل ما أنا شوفها. أنا إذا بضل لابسة أسود عليها كل عمري قليل، إذا بضل عم ببكي عليها كل عمري قليل. بتمنى الناس تعذرني لما بتشوفني حزينة، وما تستغرب إنه أنا هاي أمي، هي اللي سبب وجودي هلأ هون،
سبب وجودي بهي الحياة بعد الله سبحانه وتعالى. قبل وفاة الأهل منكون حدا وبعد وفاتهم من أنا بعتقد أنه أنا ما حأرجع مثل قبل، يعني ما قبل أمي غير ما بعد أمي. انكسر ظهرك؟ كسرت كلي روحي، أنا أمي أخدتني، يعني أنا هلأ أنا موجودة ولازم كفي، لأنه الحياة بتكمل. أنا بعرف هذا الشيء، ولكن الله بيعلم لما بقول لحالي شو عم يصير فيني. الله يرحم. مش طاقتلها. الله يرحمها، شكرا. في شيء ما بينشرح، أنا مش طاقة لأمي كتير، مش طاقتلها أبوس إيدها، ما بدي أكتر بس بوس إيدها وتقلي الله يرضى عليك وتنفتح. كي أحس كل البواب انفتحت قدامي، أرجوك علي ما بقى بدي أحكي وأبكي، أرجوك أنت ما جايبني لهون لتعذبني. خلص ما رح نبكي، شكراً. أرجوك بكفي، أرجوك بكفي، أرجوك. خلينا نطلع بريك قصير ومنكفي مشاهدينا. كافين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة شكران مرتجى. شكران، بدي اعتذر منك على الهواء، ما كان المفروض أنا غوص أكتر بقصة رحيل الوالدة. الجرح لساته طري علي، بقدر هالشي. وهذا الشيء يعني أنا بكون حساسة زيادة، أنا وما كنت بقصد أبداً وجعك. شكران، خلينا ننتقل لصفحة جديدة أنا وأنت. استبعاد شكران مرتجى. من شو مستبعد؟ شكران مرتجى مستبعدة عن الأعمال العربية المشتركة؟ إيه أو لا؟ سؤال والله كتير مهم، ما بعرف جوابه ولا، بس ما لي موجودة. قد يكون الشكل، قد يكون العمر، قد يكون طبعاً حسب وجهة نظرهم. أنا مثل ما بقولها دائماً، أنا شايفة حالي مو مصدقة يعني، بس إنه طبيعة الأدوار الأغلب عم يكون الرجل هو يعني من الطرف السوري، والبنت هي من الطرف اللبناني. إذا بدنا نحكي على الإنتاج السوري اللبناني تحديداً، مع أنه دايماً بشوف وكأنه في تواصل بينك وبين المنتج صادق الصباح، ولا مرة دعيك؟ لا ما في تواصل أبداً. على تويتر منشوف تغريدات متبادلة. لا تغريدات مني أنا، وهو لا شك أنا بوجه له تحية كتير كبيرة، لأنه قام بواجب العزاء رغم عدم معرفته الشخصية فيني. ننتقل لصفحة جديدة. يا رب. رمضان 2022 كنت مشاركة بأكثر من عمل، مثل مع وقف التنفيذ، الكندوش 2، حارة الإب 2، الفرسان 3، وعدد من لوحات مسلسل بقى وحوازير. صح. كيف هون بيكون التوازن بين كل الشخصيات والسيطرة عليهم؟ شكراً. هي شطارة الممثل، أنا بعتبرها بالنسبة إلي وبالنسبة لكتير آراء من كتير إعلاميين ومن كتير ناس، إنه كان بالنسبة إلي 2022 تحدي كتير كبير، إنه ولا دور بيشبه الثاني أبداً أبداً أبداً، ولا في تقاطع بين أي دور والآخر. هذا دليل إنه أنا ممثلة بتشتغل على الشخصية، رغم الكم بشتغل على الكيف. هلأ هو يلي بينخاف كان منه الشان، يعني حارة الإب الكندوش، وكان في منافسة قوية بين مع وقف التنفيذ وكسر عظم، هالشي شدناه على مواقع التواصل كمسلسلات إيه. بكل صراحة، إذا ما كنت مشاركة بمع وقف التنفيذ، مين تفوق على التاني؟ اثنين تفوقوا، كل واحد له جمهوره، ما بنقدر وما بدي أحكي كل شي ما بيشبهوا بعض المسلسلين، ومخرجين كبار وممثلين كبار، مع أنه كان في ممثلين هون وهون. ولو ما كنت مع بوقف التنفيذ كنت لح أتمنى أن يكون مع وقف التنفيذ، ولو ما ومالي بكسر عظم بتمنى أن يكون بأي عمل ناجح. ما في ممثل ما بيتمنى، ما تصدق يعني. شكراً. بمسيرة أي حدا فينا في طلعات وفي نزلات، والطلعات بيكونوا حلوين ومنحصد النجاح، والنزلات بيكونوا دعسات ناقصة ومنستمتع فيهم لأنه منتعلم. فقرة اسمها Ups and Downs، إذا كانت هالمحطة ناجحة بدك تقولي لي up،
وإذا كانت هالمحطة دعسي ناقصة نوعاً ما داون. أوكي. جاهزة بكل صراحة؟ أكيد. أول صفحة من فقرة Ups and Downs، تقديم البرامج، محطات Ups. تجربتك بتقديم البرامج مثل كاش مع النجوم، شكراً يا أنا تفاحة وسوالفنا الحلوة. أنا تفاحة برنامج للأطفال. ولكن مقارنة مع النجاح الكبير شكراً بالتمثيل، Up أو Down؟ بالنسبة لي Up. Up. لا بهذاك المكان أنا من أفضل اللي قدموا برامج. صفحة جديدة من Ups and Downs، برنامج سيريا تالنتس. تم مقارنة هالبرنامج، أنت كنت فيه ضمن لجنة تحكيمه، وكتير صار في مقارنة بينه وبين البرامج العربية للمواهب، والبعض اعتبره غير مكمل لعناصر الإنتاج ككل. مزبوط هذا الحكي. هلأ هو كان أب من ناحية المحاولة، إنه ليش لا خلينا نحاول مشان المواهب السورية، ولكن كنتيجة بمسيرتك، ولكن كنتيجة كنتيجة شخصية إلي ما بقدر قيم أنا، لأنه كان المخرج من أهم المخرجين السوريين. كنتيجة شخصية كنتيجة شخصية بالنسبة إلي كان داون من ناحية المادية، لأنه أنا لم أقص حقوقي المادية. لجأت للقضاء؟ لجأت للقضاء، ولكن هي الإنتاج كان معتمد على بند لصالحه، فما كنت حأستفاد شيء لو كنت لجأت للقضاء. فإذن داون. داون إيه والله. صفحة جديدة من Ups and Downs، سينما. مشاركاتك السينمائية قليلة جداً مقارنة بالمسلسلات، Up أو Down؟ داون. داون. داون لأنه هذا الشيء مو بإيدي، ويعني يا اللي بيطلع له مشهد بالسينما السورية يعني بصراحة، ليش كيف شلون هاي، هذا بتسأل فيه يلي بيشتغلوا دائماً سينما والمؤسسة، مؤسسة السينما يعني. صفحة جديدة شكراً من فقرة Ups and Downs. بدي أسألك قبل إذا بتسمحي لي أطرحه، بث مباشر وفاة والدتك، لأنه ما بدي أجرحك. أوكي. انتقدتي من قبل البعض أنه كيف بتفتحي لايف بجنازة الوالدة الله يرحمها. اختصاراً مو أنا اللي فتحت لايف، المسؤول الإعلامي اللي فتح لايف، وكان لمدة دقائق بس مسير الجنازة من المشفى إلى. ولكن هالأمر Up أو Down؟ Up أو Down؟ Up أو Down بتقولي ما كان لازم أطلع لايف، مو أنا، مو أنا اللي طلعت، خبر المسؤول عن مكتب الإعلام. لا 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 ولا خبرته ولا شيء يعني، اللحظة كانت كتير عفوية، وكان ما كان الهدف إلا في أحبة، في ناس بعاد كتار، لو كان شخص أو شخصين تبعت لهم لايف على صفحاتهم أو على الواتساب، ولكن أعداد كبيرة كانت حابة تكون معي بهي اللحظة، فنية كانت طيبة، وما كان أبداً الهدف ترند. أكيد أنا مالي من النوع يلي بدي استخدم وفاة والدتي، وأكبر دليل أنه على فكرة يمكن أنا بعدين مسحته، يعني أنا مسحت من على صفحتي أشياء كتيرة إلها علاقة بالموضوع أصلاً. عزاك شكراً هو عزا العالم العربي يعني كله. بس والله أبداً ما كان الهدف أي شيء إله علاقة بال. خلينا ننتقل لصفحة جديدة من Ups and Downs، الفرسين الثلاثة. آخر عمل جمعك الممثل السوري أيمن زيدان، ولاحظنا نوعاً ما بيع العمل في استهتار من ناحية عرضه ومن ناحية الترويج، صار إهمال، صار شوية تهاون، صار في عتب، وأنا كتبت حتى على صفحتي، والعتب على قد المحبة، ما بصير إنه يكون هيك يعني، بيزعل يعني، بيزعل الشيء اللي صار. Up أو Down بكل؟ لا 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 بالنسبة إلي Up، لأنه كنت مع الأستاذ أيمن زيدان أكيد. صفحة جديدة من Ups and Downs، تكريم شكران مرتجى، ملتقى الإبداع، هي فعالية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، استضاف وكرم عدد من الفنانين مثل عبد المنعم عميري، منى واصف، تيم حسن وكتار. وين شكران مرتجى؟ في كتار لسه بيستحقوا قبلي، أساتذة كبار، أساتذتي ولكن في غياب ملحوظ لإسمك عن حفلات التكريم. ما بعرف يعني، هلأ هذا هو
هذا الشيء أنا بتمناه لأنه معهدي، لأنه أنا درست فيه ودرست فيه، وإذا ما إجاني الدور بيكون ما إجاني الدور. غيابك عن حفلات التكريم up أو down بكلمة واحدة؟ ما في كتير حفلات تكريم أصلاً عم تصير، كان يصير بس هلأ up أو down؟ لا أكيد داون، أكيد أنا داون. مقصر بحقي كتير من هي الناحية. ننتقل لصفحة جديدة؟ ننتقل لصفحة جديدة. عمليات التجميل بتقولي جمالك حرمت من بعض الأعمال مثل أهل الغرام وغيره، وأخذتي نوعاً ما قرار الاهتمام فيه بوقت متأخر. تعرف شو؟ في ستاندر للعشاء بدرامانا العربية، ليش؟ ما بعرف، لازم يكون طولهم مدري قديش، ولازم عرضهم مدري قديش، ومنخارهم قديش، وتمهم قديش. قرارك اللي أخذتيه بوقت متأخر up أو down؟ لا up أكيد up. ايه بالوقت المناسب وصح، وأنا مبسوطة فيه وبطريقة يعني خفيفة، ما غيرت ملامحي، بوتوكس زبطت منخاري أكثر من مرة لأنه ما كان عم يزبط. شكراً، مكفين أنا وإنت بكتاب الشهرة الخاص فيك الليلة، ولكن رح نطلع فاصل إعلاني أخير ومنتابع. مكفين معكم مشاهدينا بكتاب الشهرة الخاص بالنجمة شكراً مرتجى. شكراً، هلأ وصلنا لآخر فقرة من حلقة الليلة Out of the Box. Out of the Box Questions، أسئلة غريبة وخارجة عن المألوف راح أطرحها عليك. جاهزة؟ بتجاوبي بصراحة؟ نشوف. تلقيتي على تليفونك خبرين من مواقع فنية، أول خبر بيقول عودة جمال سليمان إلى سوريا، وخبر تاني بيقول هجرة سلافة وخرجي من سوريا، أي خبر بتفوت عليه قبل؟ هذا ما اسمه خبرين، لا ما بدك يعني هذا انك تسأل عن شخصين ونجمين. حقيقة هذا السؤال اسمح لي بقول له الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا، هي بلدك، وبقول لها ممنوع تهاجري، أنت قيمة وقامة فنية كبيرة بسوريا وبالوطن العربي. إذا سمحت لك بهالجواب بهالسؤال، باقي الأسئلة بتجاوبي صح؟ هو ممنوع بس أنا رح أسمح لك إن شاء الله. قول إن شاء الله. يلا، لو كنتي رجل هل كنتي رح تتزوجي أربعة مثل ما بحل لك الشارع؟ إيه أو لو كنت رجل ما بتزوج؟ ما بتتزوجي؟ بتوافق تعدد الزوجات؟ على أن تعدلوا ولن تعدلوا شوارد. عمل واحد بتمسحيه من كتاب الشهرة الخاص فيك، أي عمل؟ سيريان تالنت. بمسلسل وردي شامية بتأدي شخصية شامية يلي بترتكب جرائم بحق أبناء الحارة الدمشقية بسبب تجارب قاسية مرقت فيها، عندك سبب واحد ممكن يخليك ترتكب جريمة بالحياة، شو هالسبب؟ ما برتكب ولا جريمة إلا في حال عم دافع عن نفسي ضد، يعني عم دافع عن نفسي، وأكيد حيكون قتل عن طريق الخطأ. بيقولوا لما تحتضر الذكريات تاخدنا لطريق الوجع، أعطيني ذكرى من هالذكريات. الحرب كتير أثرت بشخصيتي وكتير بشعة. الحرب بشعة على أي إنسان بأي بلد إن كان الحرب، لأنه بتاخد منك كتير أشياء. بعرف قد أنت بتحب الفنان وائل كفوري، لو كنتي مكانه بقصة الطلاق من السيدة أنجيلا بشارة، كنتي بتطلعي حياتك الخاصة للعلن؟ أنا لو كنت محله لوائل كفوري بتصرف يمكن مثل ما تصرف وائل كفوري، لأنه أنا وائل كفوري. ما بعرف يعني، هذا هي حرية شخصية جدا جدا جدا. عندك الصلاحية تضوي أوتوستراد واحد بالليل من بين أوتوسترادين سريعين، واحد سايقة فيه سلافة معمار والتاني سايقة فيه ديما أندلاف، أي بتضوي حتى تحميها من حادث سير قبل؟ بضوي الاثنين، وإن قلت إيه وإن قلت لا ما حجاوب إلا هيك. بضوي الاثنين رفقاتي حبيباتي هدول، إن شاء الله ربي ما بيضرهم وما بيصيبهم بمكروه يا رب. ثروة شكران مرتجى تخطت المليون دولار. مليون مين؟ دولار؟ أبداً ولا 1%. وين راحوا؟ عندي بيت وسيارة وعندي رصيد كتير يا دوب يعني كفيني، يعني أنا كل عمل بكفيني لبعدين، وكان عندي مبلغ بسيط بالبنك بلبنان وراح راحوا مصرياتك بلبنان.
راحوا مصرياتك بلبنان؟ راحوا مصرياتي بلبنان. مبلغ مجمعته حقيقة بالدولار وبالدولارين حقيقة، بس صدق لو مبلغ كبير كنت انجلطت لأنه من تعبي وشقاي. وأرجوكم أنه ما تفكروا أنه كل الفنانين عايشين بقصور، لا، أنا بطلع طابق سادس لأنه ما في كهرباء، ما في موتور يضوي الأسانسير، أنا بنطر رسالة بنزين تا أطلع بسيارتي كل 12 يوم، أنا معروف تاريخي ومعروف، مع احترامي لكل العالم أنا ما عم شكك بثروة حدا، ولكن أنا هي حقيقة كتاب مفتوح. شكراً، وصلنا لختام حلقة الليلة. بآخر صفحة من كتاب الشهرة الخاص فيكي بدي أطلب منك توجهي رسالة للوجوه الجديدة بعالم التمثيل، وهو نفس الطلب يلي طلبته شكراً الصحفي بأول الحلقة لشكراً النجمي. حقيقة أنا يعني كتير حريصة على هذا الموضوع أني أحكي فيه، ما حأكتبه لأنه كتير، أنا حقوله قول وإن شاء الله يصلون. بدي أقول لهم يا شباب يا صبايا ألف مبروك النجاح اللي أنتم عم تحققوه، ولكن أرجوكم أرجوكم لأنه أنا عم شوف نماذج كتيرة على السوشيال ميديا، بالحياة، بالطريق، بالكذا، خلي رجليكم على الأرض. أنا لهلأ رجلي على الأرض، لهلأ أنا مالي يعني ما بفكر أو مو هاجسي أنه أنا نجمة أو هي أنا شكران، يعني أنا الممثلة اللي لسه عم بستنى فرص. خلوا رجليكم على الأرض، هدوا هدوا هدوا، صدقوني صدقوني، أهم شيء التواضع، صدقوني صدقوني، أهم شيء كل دور هو بداية جديدة. أرجوكم، أنا عم شوف ظواهر حقيقة مدهشة لدرجة إن مفكرة إنه هي خلصت كل قصة من مسلسل واحد، هذا مو صح. شكراً مرتجى. قبل ما أختم الحلقة بدي أعتذر منك على الشيء اللي صار بالحلقة، ما كان قصدي أبداً بكيكي أو أفتح هالصفحة، ولكن بتعرفي كتاب الشهرة محطات فيها حزن وفيها فرح. مشاهدينا بتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقة الليلة مع النجمة حبيبة قلبي شكراً مرتجى. منلتقى الأسبوع المقبل مع ضيف جديد. تصبحوا على ألف خير.